اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الدول الجزائريه على هذا التنظيم هذا وجنود الخفاء اللي كانوا حتى هما. المباراه كانت بين طرفين، كنشكر اللعابه ديالي على الروح القتاليه ولا الفوز، وحتى الخصم حتى هو كان عاوتاني في المستوى، وعامل الريح هو اللي خلى المقابله ما دوزش في احسن جو. وكنشكروا الاخوان بجوج، وكنشكروا كنتوما اللي غطيتوا هذا الحدث هذا. لا انت لا الاخ ما كنعرفكش الا هذا، ولا الاخ حكيم، كنشكركم جزيل الشكر.